بكل تأكيد قبل وصول النيادي إلى دبي هناك فريق طبي سيستقبل سلطان النيادي عند عودته إلى الأرض للتأكد من صحته وسلامته بشكل تام. أيضا هناك جدول زمني لإعادة تأهيل سلطان النيادي والفريق المرافق له بعد عودتهم إلى الأرض لإعادة تأقلمهم مع الجاذبية الأرضية وأيضا اختلاف الأوزان التي وفرقها بين وجودها أثناء في محطة الفضاء الدولية وأيضا على الأرض. سلطان النيادي كما ذكرت سيستقبله فريق طبي متخصص سيعمل على إعادة تأهيله لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع حسب حالته الطبية. ومن بعد وهذه أيضا يمكن الذكر بأن هذه إحدى التجارب العلمية التي يقوم بها سلطان النيادي خلال هذه الرحلة وأيضا تجربة بعد عودته إلى الأرض وهي كيفية تأقلم رواد الفضاء بعد عودتهم من أو على الأرض بعد عودتهم من الفضاء. هذه أيضا تجربة تضاف إلى التجارب التي قام بها سلطان النيادي خلال هذه الرحلة. بعد 3 أسابيع سيتم التأكد أيضا من صحة وسلامة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ومن ثم عودته أو التجهيز لعودته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الخطط وهذه الاستراتيجيات التي تقوم بها دولة الإمارات من خلال رحلة سلطان النيادي وأيضا العديد من الرحلات غير المأهولة التي قامت بها الدولة تقوم كما ذكر المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء السيد سالم المري بأنها خطة مستدامة أو خطة إماراتية مستدامة لعملية استكشاف الفضاء وتأهيل رواد الفضاء ليكونوا ليتم إعدادهم لرحلات مستقبلية تعمل الإمارات على حجز مقعد من خلالها كل 3 أو 5 سنوات ليتم إرسال أحد رواد الفضاء الإماراتيين في مهمات فضائية مستقبلية. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي عبد الله زوبي مراسل غد، شكرا جزيلا لك.